على بركة الله نفتتح مهرجان أكاديميات النادي الأهلي لكرة القدم بالغردقة للموسم الثاني على التوالي 2023-2024. أشكر جميع القائمين على هذه الأكاديمية في نادي سينزو بالغردقة. أكاديمية النادي الأهلي حصريا طبعا موجودة في هذا الملعب. هذا الملعب يعتبر ملك النادي الأهلي، فبالتالي احنا حريصين كل موسم ننظم مهرجان لأكاديميات النادي الأهلي المختلفة في جميع المحافظات، 24 أكاديمية تحضر هنا في يوم رياضي تقام فيه مهرجانات على مستوى المراحل السنية المختلفة. وحقيقة أكاديميات النادي الأهلي حريصة جدا أن يكون هناك ترابط بين هذه الأكاديميات، ففي مكان زي هذا الملعب في يعني في مكان يعتبر استجمام لأولياء الأمور مع أولادهم بنقيم هذه المهرجانات عموما يعني بأسماء لاعبين سابقين وقدماء النادي الأهلي في هذا المكان. وإن شاء الله مع تنظيم هذه المهرجانات بنقيم برضو مهرجانات على مستوى أندية النادي الأهلي في القاهرة ومدينة نصر وتجمع في النادي الأهلي وشيخ زايد. وأنا بحرص كل الحرص على أن يكون هناك تعارف بين اللاعبين، لأنه بنعمل منتخبات من هؤلاء اللاعبون في الأكاديميات المختلفة. فأنا بحاول قدر الإمكان أن أنا أخلي النادي الأهلي ده هو الشعار الموجود والانتماء الموجود لكل الحقيقة اللاعبين في هذه الأكاديميات.